بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. هذا من قول نوح عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى قومه. السامعون بالنسبة إلى النصيحة على الأغلب يقسمون النصيحة إلى قسمين: سامع النصيحة، النصح الذي ينفعه ولا يصطدم هذه النصيحة باقتصاده، بماله، بثروته، بشهوته، هذه النصيحة يقبله. مثلا من باب المثال، إنسان يريد الذهاب إلى لندن، تقول له: يا هذا، إن في لندن خطر سراق، احتفظ على كيسك ومالك. هذا الإنسان يقبل نصيحتك. في الحقيقة من يروح إلى لندن ويخاف السارق، يتحفظ ويحتفظ بكيسه، لأن هذه النصيحة يجدها نافعة له. هذه النصيحة ما تتصادم ويا مصلحة من مصالحه، نصيحة نافعة. أو مثلا إذا قلت له: إذا ذهبت إلى السعودية مثلا أو إلى سوريا مثلا، هناك الصحة العالمية قالت أن هناك كوليرا، روح لقح حتى أن التلقيح يكون مانعا عن إصابتك بالكوليرا. هذا فورا يقبل ويخاف، ولعله أصلا ما يروح للسعودية، لعله ما يروح السورية كمثل، لأن هذه النصيحة نصيحة يجد نفعها ولا يرى ضررها. أو إذا نصحته مثلا، إذا رحت إلى سوق السالمية مثلا، السوق السالمية أكو قسمين دكان، مثلا الدكان اللي على الطرف الأيمن هؤلاء يبيعون رخيص، الدكان اللي على الطرف الأيسر هؤلاء يبيعون غالي. هذا الإنسان من يروح هناك يروح إلى الدكاكين التي هي في الطرف الأيمن، وما يروح إلى الدكاكين التي هي في الطرف الأيسر. قبل هذا القسم من النصح. السامعون بالنسبة إلى النصيحة على الأغلب يقسمون النصيحة إلى قسمين: سامع النصيحة، النصح الذي ينفعه ولا يصطدم هذه النصيحة باقتصاده، بماله، بثروته، بشهوته، هذه النصيحة يقبله. نصيحة بأنه لا يسرق، نصيحة بأنه لا يبتلى بمرض، نصيحة بأنه لا يشتري الشيء الغالي، هذه النصائح على الأغلب يقبلونها. أما إذا نصحته نصيحة تعارض النصيحة شهواته، إذا قلت له مثلا: إذا ذهبت إلى لندن، ليكن في ذهنك هناك حرامية هواية لا يبقون فلوسك، أي استمع، لأن في نفعة وما يعارض شهواته. لكن إذا نصحته: إذا ذهبت إلى لندن، دير بالك من الممكن أن بعض الفتيات هذول مبتلات بالأمراض، وإذا اقتربت منهن تبتلى بمرض، ما يسمع النصيحة. لماذا؟ لأن هذه النصيحة تصادم الشهوة، شهوته تصطدم مع هذه النصيحة يرفضها. أو مثلا إذا قلت له للتاجر بالمخدرات، لأن أكو خطر إذا تاجرت بالمخدرات أو ما أشبه، من الممكن إلقاء القبض عليك، ومن الممكن سوقك إلى المحكمة والمحاكمة، ومن الممكن أنه يحكم عليك بالسجن والغرامة، هذه النصيحة لا يقبلها. لماذا لا يقبلها؟ لأن هذه النصيحة تتعارض مع شنو؟ مع حبه للمال. يقول فليكن خطر، لكن هذه النصيحة حيث إنها معارضة لحبه للمال لا يقبلها. أو مثلا لنفرض أنك إذا نصحت إنسانا
بأنك إذا جلست على المائدة فاحفظ بطنك. هذه النصيحة لا يقبلها، مع أن هذه نصيحة. وهناك خطر أن الإنسان إذا لم يقبل هذه النصيحة أن يبتلى بمرض، ما يقبل النصيحة. لماذا؟ لأن شهوته الأكلية، هذه الشهوة تسبب أن يصم عن النصيحة. أغلب الناس هكذا في شراء، في بيع، في سفرهم، في حضرهم، في أكلهم، في شربهم، في مجيئهم، في ذهابهم، في تجارتهم، ما يقبلون النصائح إلا إذا كانت النصيحة موافقة لميولهم. يعني أنه عليه الصلاة والسلام نوح يقول لقومه إن نصيحته لا تؤثر. هؤلاء عابدين الصنم وثن الصنم مدة مديدة فلا يقبلون هذه النصيحة. قليل من الناس هؤلاء يقبلون النصح، أكثر الناس ما يقبلون النصيحة لأن ينظرون إلى العاجل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الآن أكل الممتاز يوم من الممكن تمرة، الآن شهوة عادرة وفتاة جميلة يمتزج بها، من الممكن في المستقبل فضيحة، ما يهم. الآن بيع مخدر، وأن الإنسان يبيع المخدر ويشتري المخدر والربح فيها يقدم عليه، من الممكن هذا ابتلاء حكومي يكون. فأكثر الناس هؤلاء يصمون عن النصائح إلا النصائح التي توافق شهواتهم، إما شهوة المال، إما شهوة الجاه، إما شهوة الطعام، إما شهوة الجنس، أو ما أشبه. وقليل من الناس هؤلاء يفكرون. يعني إذا قلت له أنه هذا الطعام يضرك لا تأكل، ما يأكل خوفا من عاقبته. إذا قلت له هذا الماء يضرك لتشرب، ما يشرب. إذا قلت له لا تفتح عينك إلى هذه الفتاة وتلك الفتاة لعاقبة سيئة، يغمض عينه. الإنسان يجب عليه دائما أن يكون هكذا يقبل النصح. نوح قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. نصح لكم ومهم شنو وكذا، وأخير شيء شنو؟ أغرقوا أجمعين. هذا الرجل الأحمق المعروف وهو عمر بن سعد، هذا الرجل الأحمق هو شخصية في الكوفة، قصته معروفة، لكن قصته لنا وإلا هو راح وولى، قصته لنا إحنا الجالسين هنا. هذا الرجل أبوه شخصية إسلامية لا شك فيه، وهو الشخصية الإسلامية من أصحاب رسول الله، وهو أيضا شخصية، وكان رجل 40 سنة، 45 سنة، 50 سنة، على حوالي عمره، من يعرف بالضبط، لكن على حوالي، يعني في سن اكتمال، مو في سن شباب وكذا وما أشبه. ابن زياد أمره بقتل الحسين في قبال شنو؟ في قبال أن يسلمه ملك ري، ري يعني طهران. 10 سنوات، يعني 10 سنوات أن ترى الرئيس الأعلى للدولة في طهران. من قال له؟ ابن زياد. هذا الرجل تحير في الحقيقة، هل هذا صحيح؟ هذا مو صحيح. أولا هو يعرف أن هذا العمل عمل غير صحيح، لأن الإنسان يقتل الإمام الحسين، هذا العمل من غير صحيح، حتى إذا مو الإمام الحسين وشخصية الإمام الحسين. حتى لنفرض أنا شخصيا كمحمد وإنسان عادي، إذا فرد واحد قال هالجماعة الجالسين هنا أعطيك 100,000 دينار أقتل لك محمد بالشارع، هذا العمل مو صحيح قطعا. شو واضح؟ لأنه 100,000 دينار لما أخذه وقتل محمد، هذا صار يعني عنده كيان يتهنى بهذه الفلوس، الكويتيين ماذا يقولون له؟
صح. ابن زياد قدم له وعدا بملك ري 10 سنوات في قبال ان يقتل الامام الحسين. هذا كان يفكر نصيحة، اترك ملك الري والري منيتي، منيتي يعني تمني الري، هم فلوس هم شخصية، امرجع مأثوما بقتل حسين. هذا كان يفكر، هو انه ارجع مأثوم بان اقتل الامام الحسين. بعدين قال هذا مو بس امام، حسين ابن عمي اقربائي وامام وحفيد رسول الله، حسين ابن عمي والحوادث جمة لعمري ولي في الري قرة عيني. لاحظوا هذا الشيء، هذا يعني النصيحة، نصحوه جماعة من الناس على ان هذا العمل منك غير صحيح. كان يفكر منا من هالصوب ملك ري اكو، من هالصوب خزي اكو، يهو ارجح. بعد ذلك رجح الخزي على نفسه. لماذا ما قبل النصيحة؟ لان شهوة المال لا اكثر ولا اقل، شهوة الملك، شهوة السلطة. وقت اللي تصور عمر بن سعد واحد في العالم، اي تاجر اي كاتب اي شاب اي موظف يرجح العاجلة على الآجلة، آجلة مو الآخرة حتى الدنيا. يقولون في قصة مشهورة أن ولدا سرق سرقة كبيرة من خزانة الدولة، فحكم عليه بالإعدام والشنق. ولما أحضر في ميدان الشنق العام قالوا له هل لك وصية أخيرة؟ قال نعم عندي وصية أخيرة. قالوا شنو الوصية الأخيرة؟ قال صيحوا لي أمي. صاحوا أمي، أمي قامت تبكي، لأن طبيعي فرد واحد يشنق ولدها، قامت تقوم تبكي، قامت تبكي. قال لأمها هذا منك اللي أنا أشنق، لأن يوم الأول أنا كنت صغير سرقت بيضة، أنت ما منعتيني، فسرقت بعدين دينار، بعد ذلك سرقت 5 دنانير، بعد ذلك 10 دنانير، حتى انتهى بي الامر الى سرقة خزانة الدولة، وهذا جزاؤه الطبيعي. الانسان اذا اراد ان يعصي الله لازم دائما يفكر هل هذا شيء عاقبة؟ كثيرا ما فرد فتاة وفرد شاب في شهوة عابرة ويقضون العمل، والفتاة تبتلى في المستقبل والشاب يبتلى، شهوة عابرة على اكثر ولا هذول لو في تلك الساعة كانوا يفكرون في أنه هناك عاقبة سيئة تنتظرهم، مو عاقبة في الآخرة، لا عاقبة في الدنيا. لأن في الحقيقة صدقوا يا شباب، أكثر المعاصي جزاؤها إنسان يلقيها في الدنيا، وجزاء ثاني في الآخرة يلقي. الآن شوف الإنسان الصادق، الإنسان الأمين، الإنسان الوفي، الإنسان المستقيم، كل الناس يحبوه في كل مكان. شخصيته هو موظف يقولون لا هاي موظف نزيه، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلن. خالها يعني حسبها، يعني عندك فرد أخلاق، عندك أخلاق الصدق، يوم يومين 10 أيام يتبين، بعد مدة هذا الصادق. عندك أخلاق كذب، يوم يومين 10 أيام ما يتبين، بعد 20 يوم هذا الكاذب. أنت أمين، أنت والعياذ بالله خؤون، أنت نزيه، أنت غير نزيه. الآن روح أي دائرة يقولون فلان موظف يرتشي، فلان موظف ما يرتشي، الناس يقولون. كل نصيحة الإنسان يجب أن يأخذها بسبيل قطع وعلم وعمل. أما إذا ما قبل النصيحة عاقبتها السقوط لا أكثر ولا أقل من هذا. هذا الشاهد اللي راح، كان عندنا في صديق، ما أدري سيد يعرفه وما يعرفه، كان في كربلاء صديقنا، يجي إلى كربلاء اسمه ثقة الإسلام، يعني لقبه ثقة الإسلام، أحد العلماء، هو علماء شيخ بعمر 80 سنة كذا من هالقبيل. هذا في نفس الوقت كان عالما وكان من أشراف البلد، يعني من أشراف طهران، وهو وأخوه هذول كلاهما عالمان ومن الأشراف، يعني مربوطين هم بالطبقة العلمية، هم يعني علماء
وفي نفس الوقت مربوطين بالطبقة الأشرفية في طهران. اسمه ثقة الإسلام، ما أدري اسمه الحقيقي شنو، بس مشهور ثقة الإسلام، وكان صديقي أيضا. هو كان ينقل لي قبل 15 سنة، نقل لي 14 سنة، يجي إلى كربلاء. هو كان مربوط بالشاه شخصيا، يعني يروح يمه وكذا وشيء من هالقبيل. نقل لي هالقصة، هو يقول على أنه أنا شخصيا قلت للشاه، الآن هو ميت الله يرحمه، لكن أتذكرت أنا هذا الشيء قبل 4 أيام 3 أيام بعد سقوط الشاه. قال أنا رحت للشاه قلت هالطريق اللي تمشي هذا خطأ وأخيره السقوط، لأنه كان إنسان صريح وصديق الشاه أيضا في نفس الوقت. قلت له هذا طريق نتيجة السقوط، لأن الشعب المسلم ما يتحمل هالأشياء. لنفرض هذه الأشياء في منطقة صحيح، لكن لازم شعبك يقبلوا، الشعب ما يقبلون هالأشياء. قلت له وهو استمع إلى الكلام، وفصلت له لماذا أنه كذا، لأنه هو شاه عنده خربطات هواية في الحقيقة، مو 1 و2 و10 و100 و500، لكن هو نقل له بعض الخربطات اللي ينافي الشريعة الإسلامية. قلت هذه الأشياء الشعب لا يقبلها، وهذا ماكو داعي لك. إلوش قال له أنا أسوي هذا الشيء، ويقول تعبيره أنه من الطريق الذي ذهبت أنا ما أرجع بعد. قلت زين، إذا أنت عندك طريق تذهب فيه ولا ترجع، أنا ما أتمكن أن أسايرك بعد، وأنا في أمان الله ما أرجع. وقت اللي ينقل لي القصة قال أنا بعد ما قطعت. قلت أنا صدقتي وياك شنو، ما أستفيد منك، لأنه أنا الحمد لله عندي شيء، ثم عالم محترم في المجتمع، أنا صدقتي وياك حتى أنصحك، أما إذا ما تقبل النص على شنو أجي يمك. وقطعته. هو يقول لي قبل 15 سنة تقريبا 14 شكل سنة في كربلاء. قال هذا الطريق اللي تروح نتيجته السقوط. في الحقيقة قبل يومين اللي شاه راح، أنا ذكرت القصة مال قبل 14 سنة. الإنسان إذا نصح يجب أن يقبل النص. هذا الطريق اللي أنا أمشي، ما أقول بالنسبة إلى الشاه، والشاه راح، وما أقول بالنسبة إلى ثقة الإسلام، ثقة الإسلام متوفي الله يرحمه، بالنسبة إلنا هالقضايا. الإنسان في الطريق اللي يمشي لازم يفكر، هل هذا طريق صحيح؟ أقتل هذا، أضرب هذا. قسم من الشباب الله يحفظهم راكبين السيارات وفرز سرعة فائقة في الشارع يمشون، هل هذا صحيح؟ لازم هو يفكر، هل هذا عملي صحيح؟ أنا أمشي هالسرعة، ماكو خطر على أنه أنا أصطدم بعمود كهرباء أو بسيارة أو أقتل لي فرد واحد في طريقي وأبتلى، ماكو هذا الخطر. إذا الإنسان فكر في الطريق وفي المسير وفي المصير وقبل النص، حقيقة شلون نصيحة جميلة شفت مكتوبة على قسم من الأعمدة اللافتات في أسبوع المرور، النصيحة تقول لا تسرع فالموت أسرع. هاي حقيقة، لأن هؤلاء الذين يموتون من؟ هؤلاء الذين يسجنون من؟ الآن روح على السجن، هذا مسجون لأنه جايب مخدر، هذا مسجون لأنه شارب خمر ومعرق، هذا مسجون لأنه قاتل واحد، هذا مسجون لأنه غاصب فتاة، هذا مسجون لأنه ما أدري كذا صنع. لماذا؟ هذا الطريق المستقيم مو موجود. إذا الطريق المستقيم ما كان موجودا، إنسان يمشي في الطريق المنحرف. أما إذا طريق مستقيم أكو، لماذا أمشي في الطريق المنحرف؟ تجار حر، تاجر، مو لازم المخدرات، فتاة تزوج، مو لازم الاغتصاب، ما أدري سيارة سريعة، مو لازم هالسرعة، وإنما سرعة بتعقل. وكذلك في كل الشؤون أكو، الله سبحانه وتعالى جعل في عقلك وفي عقلي مقياس، هذا المقياس دائما يقول لك هذا الطريق خطأ، هذا الطريق صواب، هذا الطريق عدل، هذا الطريق مو عدل. في كل حركة وسكون، هذا يسمى بالضمير، أو الله تعالى في القرآن الحكيم يعبر عن هذا بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه،
هاي مو مسألة الآخرة، آخرة لها حساب أخرى وحساب آخر. مسألة الدنيا في كلام الإنسان، في أكل الإنسان، في لبس الإنسان، في سفر الإنسان، في حضر الإنسان، في معاشرة الإنسان، هذا الصديق لا تعاشره مو زين، لا يعاشره، يعاشره يعاشره يعاشره، فرد يوم يذبب البير. هذه الفتاة لا تعاشرها، لا، حب بريء، الحب البريء والحب البريء والحب البريء والحب البريء، وفرد يوم شنو؟ يصير كوزة غير بريئة. أنا أكو اصطلاح حب في مقابل كوزي، شنو حب البريء؟ وعلى هالمعدل كل شيء الإنسان يجب عليه أنه قبل أن يقع ينتصح، هذا هو. يعني أنه قسم من الناس هذول يقعون ثم يفكون عيونهم، وقت فات. نفس الإنسان في القبر نفس الشيء يقول، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، مو هذا في الآخرة، حتى في الدنيا خلاص. كلا، الآن ليأتي الشاح لنفرض وإلى إيران ويقول لهم إني تبت توبة نصوحة وخلاص، ناس يقبلون؟ مو هذا. فرد واحد جاب مخدرات، جاب خمر، جاب فاحشة، جاب بغاء إلى الكويت، والمباحث كم شو يقول الآن تبت خلاص خلاص توبة توبة، يقبلون منه؟ خلاص. الإنسان يجب عليه دائما أن يرى مسيره ومصيره. هذه الكلمة التي أقولها، أقول كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام يقول وقت اللي تريد تتكلم وازن كلمتك، يعني أن الكلمة التي تقولها وازنها، شوف الكلمة صحيحة أو مو صحيحة. بعدين الإمام يقول فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. يعني أحيانا تتكلم كلمة، هذه الكلمة تسلب النعم مالك، وأحيانا هذه الكلمة تجلب النقمة إليك. كلمة كلمة. فالشعر جميل، أقول أحد الشعراء المعروفين يقول بفاية شمع شنيدم زقيتي فولاد، زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد. سابقا انتم ما شايفين، شايفين الكهرباء، سابقا كانت الشموع ويخلون يم الشمع مقص. لماذا؟ لان فتيلة الشمع هذا شوية من يصعد وتتآكل بسبب النار، يقصوها بالمقص، الراس ماله، الراس، الراس ماله، الراس اللي صاير رماد وما يفيد. يقول هذا الشعر، يقول أنا سمعت قرب الشمع من المقص، سمعت أنه لسانك الأحمر، لأن لسان الشمع أحمر، لسانك الأحمر يعطي رأسك الأخضر إلى المقفل. دفاي شمع شنيدم زقيتي فولاد، زبان سرخ سر سبز ميدهد برباد. لسانك، كلامك، منطقك، نظرك، بطنك، جنسك، مالك، رواحك، مجيئك، كلها عير. وإذا رأيت فيها الصواب امشي فيه، إذا رأيت ما فيها الصواب لا تمشي فيه، لأن عاقبة الدنيا سيئة مو عاقبة الآخرة. هؤلاء الذين يقعون، هؤلاء الذين يبرضون، هؤلاء الذين يسجنون، هؤلاء الذين يقتلون، هؤلاء الذين يعدمون، هؤلاء الذين يفلسون ويتخسرون ويتكسرون، كلهم هم أسبابه، لا أكثر ولا أقل. ولو أنه أحيانا بعض القضايا الطبيعية أو الاجتماعية تفرض على الإنسان أشياء سيئة وأشياء غير صحيحة، لكن 99% هو الإنسان السبب، هو سبب خيره وهو سبب الشر. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. فرد تمثيلية كنت فرد وقت أشوفها، ما القصة نوح، الحقيقة تمثيلية كلش ملفتة كانت. يقول نوح نصحهم بمناسبة الآية التي تلوناها، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. نوح نصحهم، قال لهم يجي طوفان من السماء ومن الأرض، ما فادوا يوم،
ما فاد. فاليوم شافوا المطر جاي ينزل والأرض تتفجر عيونها. تمثيلية كلش جميلة كانت في الحقيقة، وكل قصص القرآن إذا صارت تمثيليات من أروع ما يكون. مع الأسف ما عندنا هالشكل أشياء إلا قليلة. التمثيلية شنو تقول؟ المطر ينزل والأرض تتفجر ونوح وسفينته، وإذا هذول قسم منهم يقولون على أنه شوف المطر جاي ينزل وشوف الأرض يتفجر والنوح يصيحكم، لأن نوح عليه الصلاة والسلام قام يصيحكم وقال اركبوا فيها تعالوا فضلوا ما يخالف، هسه معصياتكم السابقة كلها هيك في أمان الله، الله يقبل منكم التوبة. قال لهم فضلوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. قال لهم فرد واحد الروح هذا ساعة ينزل المطر ويخلع. واحد قال شوف المطر شنو جاي يجي والأرض أوه هذا مخبط. هذا هذول الحمقى والمغفلين في آخر لحظة فرصة، حقيقة قسم من الناس هالشكلهم، حتى أخير فرصة ما يغتنموها، أخير فرصة ما يغتنموها. لماذا؟ يا أخ أخير الفرصة اغتنمها، هذه الفرصة تذهب والفرصة تنتهي والفرصة تخلص. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جدا جميلة، كلمة جدا جميلة يا شباب، أنتوا أغلبكم شباب لا تنسون هذا الشيء. الإمام يقول انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب. السحاب شايفين؟ ايش كثر يبقى السحاب؟ ساعة، ساعتين، أربع ساعات، خمس ساعات، ست ساعات، عشر ساعات. انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب، يعني مثل السحاب اللي يذهب والفرصة تذهب. إنسان ما دام في الحياة، ما دامت له صحة، ما دامت له عافية، ما دام له إمكان، ما دام له مال، ما دام له قدرة، ما دام له طاقة، يجب أن يغتنم هذه الطاقات. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.